تضامني الكامل والمطلق مع المحتقلين المضربين على الطعام وكل ضحايا هذا النظام المستبد. تبون في كلامه في الحق، هو أكد بأنه بالنسبة له الدولة القوية هي الدولة دولة القمح، لأنه في الدولة القوية هو فيه انيكيليبغ، فيه توازن ما بين العدالة ولا سيكوريتي. وفي الدولة تاع القمح والدولة العسكرية والدولة الاستبدادية والشمولية هي ميزان الأمن هو اللي ثقيل على ميزان العدالة، وهذا هو الشيء اللي كان يقول فيه تبون بعبارة تاعه. بالنسبة للإضراب على الطعام، أنا نحمل المسؤولية. الشيء اللي راح يصرى والتضاعفات والمشاكل الصحية وكل ما يصدر عن الإضراب على الطعام، لأنه إضراب على الطعام ليس شيء يستهان به. إضراب على الطعام ماهيش بارتي دو جو. إضراب على الطعام هو أبدا ما يخرج الإنسان من إضراب على الطعام كما يعني بكل قواه الصحية والبدنية والنفسانية إلى آخره. تأثير الإضراب على الطعام ما يعرفه وما يدري به إلا الناس اللي قاموا بالإضراب على الطعام. على هذا الشيء أنا نحمل القضاة، هم المسؤولين، لأنهم هم اللي قروا، هم أخذوا قرار باش وضعوا هذا الأبرياء في السجون. إذا قبل ما يكونوا المسؤولين، قبل ما يكونوا أصحاب القرار عندهم دور في الشيء اللي يجري ولا في المعاناة وفي الظلم على المسجونين، القضاة هما على رأسهم المسؤولين الأولين. هذا لأنه الناس ما عندهاش الميليو كارسيرال، هو سيت ميليو فيرمي، ما يعرفوا إلا المسجون ولا المحامي، وحتى المحامي ما زال ما يعرفش لأنه يخبوا عليه كل الأشياء. يعني إضراب على الطعام لازمنا نتكلم عن هذا الإضراب على الطعام، لأنه شيء خطير جدا جدا جدا. سيت ساكريفيس التيم في دون الميليو كارسيرال، في المحيط تاع السجن، في الظروف تاع لا ديتونسيون، في الظروف تاع التوقيفات، في الظروف تاع المعيشة، البرد، نقص حتى الكوبرتور نحاو لهم خلاو لهم وحده، نوعية التغذية، الحدث نتاع القفة اللي كانوا يجيبوها الأهالي، كان على كل حال كان يساعد الأهالي مرة على مرة كي يجيبوا من القفة يتقاسموها المساجين، حتى هذيك القفة منعوهم بها. لماذا؟ لأن فيه مافيا دخل الحبس، هي اللي تسوق الشيء اللي يبغوه. أنا قاعدة تقسم لهم في الليموناد اللي قاتوا، هذا الشيء اللي يوجد في السجن. إذا زيادة على هذا اللي سوى الإعانة الصحية والطبية، الشيء اللي ما على بالوش كل السجناء وأهل السجناء وأصدقاء السجناء والأطباء والمحاميين شافوا الأمراض اللي خرجوا بهم المحتقلين الراي من السجون. بالأخص ونأكد على هذا الشيء، النساء خرجوا بأمراض خطرة، لأن المرأة تحتاج رعاية صحية وطبية أكثر من الرجل في السجن. وهملوهم بالذمة حتى يقصوهم حتى يحطموهم. زيادة عن الناس اللي خرجت بدي كونسير، الناس اللي خرجت بدي روماتيزم، الناس اللي خرجوا معروفين، الناس اللي خرجوا بلا تيوبركيلوز من السجن، الناس اللي خرجوا بالكورونا، الناس اللي داروا اللي صراو لهم مشاكل إعاقات، الناس اللي خرجوا بصحاحهم وخرجوا بالإعاقات من السجن. زيادة عن هذلك، هذه كلها أسباب اللي وصلتهم. بلا ما نحكي على المادة 7
80 مكرر. يعني تبعيد المساجين على 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 الولايه تاعهم. كاين المساجين اللي يديروا اللي بعدهم 1000 كيلومتر، 600 كيلومتر، 400 كيلومتر على على ولايتهم وعلى الجهات تاعهم، وحتى يتمنوا حتى يكسروهم، حتى يعذبوا العائلات ويعذبوا الاولاد ويعذبوا المساجين معاهم. وبالمناسبه انا نسيت باش ننبه لواحد الشيء خطير جدا، وللاخت اسيا نسات ولا ارتبكت ربما وما ذكرتوش. احنا مجموعه من النساء زرنا الاخت اسيا في بيتها، شفنا بنت مولات 12 ولا 13 سنه مرتبكه منصدمه، لانها عندما وقفوها هي وامها وابيها فصلوها عن امها وهدوها، قالوا لها لو كان ما تقوليناش واش داير باباك ومع من يهضر باباك وشكون اللي يجي عندكم، رايحين نديروا له كيما ساعد شتوان. تقول فيها طفله شفناها مرتعبه وشفناها مرعوبه. يعني هذا هو الشيء، هذا هو الشيء اللي عانوا به المساجين. يعني زيادة عن هذا ليك كيفاش يقولوا حرمان الناس، التضامن نتاع الناس، يا عجبة العجائب. من وين تاكي جار يتضامن مع جاره لانه الحاجة يمد له خبز ولا يمد له يساعده بإعانة، يقولوا له بلي راك تمون، راك تمون في رشاد وراك تمون في الماك. هذه باه يكسروا التضامن، باه يكسروا التضامن الشعب اللي معروفين احنا كل فتره كل مره كل المعاناه تاعنا الشعب يبرهن بالتضامن. فاتوا بهذا التضامن باش يكسروا هذا التضامن ولاو يعشوا في الناس شكون اللي يدخل على اهل المساجين. وكاين المساجين اللي داروا لهم كاميرات امام المنازل تاعهم، هل هذا يعقل؟ هل هذا من حق؟ هل هذا هو هذا هل هذا هو حقوق الانسان اللي تكلم عليها وزير العدل الساعة ولا كيف يسموه، مش وزير العدل، هذاك المسؤول نتاع الهم نتاعهم اللي دايرين هو قرقوز تاع حقوق الانسان تاعهم واش كان يقول. وزيد بزياده وزير العدل النهار تكلم، وزير العدل النهار تكلم قال كل شيء. ما عندنا ما نقولوا كي وزير، انا قلتها لكم المره اللي فاتت في منصب في منصبه، ولازم انسان كانسان عندما لما يقوم باعلام هو اعلام رسمي توجيهي، قال بانه المواطن الباري عندما يكون عنده قضيه في العداله ما يكونش متيقن باللي يرجع لبيته، وهذا يكفي، هذا يكفي جوستومون على الوضع اللي في اللي يعانوا اللي المعاناه نتاع المساجين. يعني هذه كلها اشياء اللي خلات المساجين باش يقوموا باضراب. وزدوا زياده هذا النظام الفاشل وهذا النظام الغبي، بالرغم كل الوسائل اللي عنده، بالرغم كل الوسائل الماديه اللي عنده والبشريه، وبالرغم كل المعلومات والمخابرات اللي عنده، كل مره يدير غلطه اكثر اللي يزيد تورطه. زيد ما رايحش هذا التضامن، هذا الاضراب على الطعام رايح يزيد التضامن تاع الشعب ورايح يكثر التضامن تاع الشعب. احنا رانا نشوفوا باللي كل يوم واحد الناس تدخل في الاضراب. وزيد بزياده من من من, من هذا المنبر تاع المغاربيه ماذا بيا نوصل نداء للمواطنين والناس المحبين ولا المناصرين اللي ماهوش قادر يدير اضراب على الطعام، فاللي يبحث رسالة للمسجونين، فاللي يروح يزور عائلات المسجونين، يبحث يدير ديكلاراسيون في الفيسبوك ولا في شبكة ربي كيف يقول في لي ريزو سوسيو. هذا ثاني هذا تضامن منا، كل هذا هو ثاني تضامن. يعني هذه فرصة ما لازمناش احنا نخلوها تفوت هكذاك بلا ما نبرهنوا على بانه الحراك ما ماتش، وفرصه واحده اخرى وطريقه واحده اخرى واسلوب واحد اخر اللي يرجع به الحراك.